أطلقت مدينة الشارقة للإعلام شمس شركة شمس بالي لبناء وتأسيس الشركات الناشئة العاملة في قطاع الإعلام والتكنولوجيا انطلاقا من دورها الرائد في دعم ريادة الأعمال وتعزيز قطاع الإعلام القائم على التطور والابتكار وإيجاد فرص جديدة لاقتصاد إمارة الشارقة المتنامي والمساهمة في تنوعه وتنافسيته. في خطوة جديدة تحقق الريادة الإقليمية في مجال التعليم والتدريب الإعلامي والإبداعي، أطلقت مدينة الشارقة للإعلام شمس شركة شمس بالي، وهي شركة تطوير المشاريع والذراع الاستثماري الأحدث لشمس، ويقوم المشروع بمحاولة الوصول للشركات الإعلامية الناشئة العامة وتزويدها بالمحتوى والإبداع الذي يناسبها. طبعا أطلقنا اليوم في مدينة شارقة الإعلام شمس شراكة جديدة سميناها شمس فالي مع شريك متخصص في بناء الشركات التخصصية في المجال الإعلامي الإبداعي. قصدنا بهذه الشراكة تسريع الوصول لنجاحات الشركات الناشئة، محاولة الإضافة لهذه الشركات الأفكار ذات الاحتمالية الكبير للنجاح. حدث التدشين تضمن جلسة حوار ناقش فيها خبراء من شركات الإعلام أهم تحديات القطاع الإعلامي ودور هذا المشروع في التأثير على قطاع الإعلام في المنطقة. مشروع خذ فترة وخذ مجهود كبير لإنجازه، ولكن الحمد لله اليوم في الافتتاح هذا يعني افتتاح مبهر، والحمد لله الحضور كبير، وإن شاء الله أهداف المشروع تتزايد ويكون في نجاح من نجاح إلى نجاح. الهدف من شركة شمس فالي هي أنها تكون مصنع للشركات الناشئة، تطلق العديد من الشركات الناشئة في مجال الإعلام. تهدف كل من هذه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بشكل خاص على حل أكبر التحديات اللي يواجهها قطاع الإعلام وتنمية اقتصاد إمارة الشارقة في الجانب الإعلامي بشكل خاص. مدينة الشارقة للإعلام شمس تسعى لتكون أول مؤسسة إعلامية في المنطقة تقدم جميع خدماتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشروع شمس بالي داعم جديد لسلسلة الإنجازات التي قدمتها المدينة في دعم المؤسسات بغية تقديم خدمات إعلامية متطورة باستخدام التكنولوجيا. تهدف شركة فالي إلى إنشاء جيل من الشركات الإعلامية الناشئة التي تحول الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ربحية. لأخبار الدار، مجد سويدي من مدينة شمس للإعلام.